حول هذا الملف بينضم إلينا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. بعد التحية لك أستاذ جميل، أولا كيف تابعت كل هذه الجهود التي تقوم بها الدولة في تأمين حدودنا على الاتجاهين الغربي والجنوبي؟ في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك يا أستاذ شادي، وبنعزي أنفسنا طبعا في شهيد الوطن اللي استشهد في السودان. طبعا المجهودات المصرية ضخمة جدا في تأمين الحدود الغربية والجنوبية. احنا شايفين ان مصر بعد حتى عام 2011 للأسف الشديد أصبحت المنطقة ملتهبة بشكل كبير، الحدود الغربية ملتهبة، الحدود الجنوبية أيضا من بعد 2019 فيها العديد من الأزمات، ولكن الدولة المصرية قدرت أن هي من خلال القوات المسلحة المصرية وتجهيز القوات المسلحة بأحدث ما توصل إليه العلم الحديث في تكنولوجيا السلاح، قدرت أن هي تسيطر تماما على الحدود الغربية، وقدرت أن هي تسيطر أيضا على الحدود الجنوبية، والاستخدام أحدث الأسلحة والتدريب الراقي والعالي للقوات المسلحة المصرية من أجل تنفيذ المهام. وأيضا على الجانب الآخر هنجد أنه تم إنشاء قاعدة محمد نجيب في الحدود على الحدود الغربية لتكون دعم للمنطقة الغربية والمنطقة الشمالية لحماية الحدود الغربية، وأيضا إنشاء قاعدة برميس في الجنوب المصري من أجل أيضا حماية ودعم الحدود الجنوبية. خلي بال حضرتك أن هناك استراتيجية واضحة للقوات المسلحة وللدولة المصرية في وضع سيناريوهات مختلفة للتهديدات المحتملة التي قد تحدث في أي مكان وعلى حدودها بشكل كبير. لهذا السبب سنجد أن هناك خطط موضوعة واستراتيجيات موضوعة لمواجهة أي تهديد محتمل، وأهمها كان إنشاء القواعد العسكرية لدعم المناطق ودعم الجيوش في الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، بجانب على الجانب الآخر أيضا حماية السواحل المصرية وحماية المياه الإقليمية المصرية من خلال إنشاء أكثر من قاعدة بحرية على الحدود على الساحل الشمالي الغربي وعلى أيضا البحر الأحمر من خلال قاعدة سفاجة البحرية وقاعدة برميس البحرية وقاعدة 30 يونيو 3/7 على الحدود الغربية. كل تلك الأماكن الهدف منها حماية الدولة المصرية. هناك تهديدات عديدة وهناك تحديات كبيرة قد تواجه الدولة المصرية، وكان الاستراتيجية الاستباقية الموضوعة للقوات المسلحة كانت واضحة وصريحة، وبالفعل قدرت القوات المسلحة أنها تؤمن جبهتها الجنوبية والغربية والسواحل المصرية من كافة الاتجاهات الاستراتيجية من أجل حماية الأمن القومي، من أجل عدم تهديد الأمن القومي المصري، عدم تهديد أيضا المنشآت المصرية الاقتصادية اللي هي اللي في البحر الأحمر وفي المتوسط، وحماية أيضا المجرى الملاحي قناة السويس. يعني هنجد أن القوات البحرية المصرية تؤمن البحر الأحمر ابتداء من مضيق باب المندب بجانب امتلاك القدرة العسكرية القوية القادرة على الوصول لأبعد نقطة لحماية الأمن القومي المصري. ودي الاستراتيجية العسكرية اللي تم وضعها واللي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى وزارة الدفاع والبدء في تنفيذها بعد ذلك، وأشرف عليها على تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى وقتنا. هذه النقاط التي ذكرتها أستاذ جميل فيما يتعلق بحماية أمننا القومي هو نهج يعني مصري ثابت، أيضا هناك نهج مصري آخر ثابت مع الحفاظ على أمننا القومي هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي يوجد بها نزاعات مسلحة. إذا هذه معادلة نجحت فيها مصر، الحفاظ على أمنها القومي مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ده من أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي لا يمكن أن تحيد عنه،
ودائما وابدا ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان من ثوابت السياسه الخارجيه المصريه عدم التدخل في شؤون الدول، واعلنها اكثر من مره، واخر مره كان في اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحه الاسبوع الماضي عندما اعلن ان مصر لا تتدخل في شؤون الدول، سياسه خارجيه ثابت من ثوابت السياسه الخارجيه. ولكن على الجانب الآخر مصر تمتلك أدواتها، تمتلك أدواتها في ماذا؟ في أن يعود الهدوء والاستقرار في أي دولة بها أزمات. بالطبع ما يحدث في المنطقة وما يحدث في السودان وما يحدث في ليبيا وفي اليمن يؤثر بشكل كبير على الأمن القومي العربي، ويؤثر بالتبعية على الأمن القومي المصري. إذا مصر ستجد مصر هي أول دولة بتسعى دائماً إلى إحداث السلام داخل هذه الدول، العمل على التهدئة بكل الطرق المتاحة من أجل السلام داخل الدول، من أجل حماية الأمن القومي للدول، من أجل عدم تقسيم الدول، من أجل حماية الدولة الوطنية، دعم الجيوش الوطنية. هو ده أساس وثوابت للدولة المصرية. الدولة المصرية لا تتعامل إلا مع الجيوش الوطنية، الدولة المصرية لا تتعامل إلا مع المؤسسات الوطنية للدول، لأن هي صاحبة القرار وهي صاحبة المصير التي تحدد مصير شعوبها، وتحافظ على الأمن القومي لشعوبها، وتحافظ على الاستقرار داخل الدول. إذن هناك ثوابت للسياسة الخارجية المصرية وثوابت عسكرية أيضا للدولة المصرية. الجيش المصري، يعني أنا عايز أقول لحضرتك، هو الجيش المصري قوة رضعة كبيرة في المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يعتدي، يحافظ على الأمن القومي المصري بكل فروعه وبمفهومه الشامل. وأيضا الدولة المصرية ثوابتها واضحة جدا، عدم التدخل، العمل على التهدئة داخل الدول، العدم، وهو ده اللي احنا شفناه حتى في أزمة السودان. كانت مصر هي الدولة الأولى اللي بدأت في التحركات من خلال اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس سلفا كير رئيس جنوب السودان، والعمل على إطلاق مبادرة لتهدئة الأوضاع، ثم اتصاله بالأمين العام للأمم المتحدة، وأخيرا اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني وعدد كبير من قادة الدول وقادة العالم وقادة الدول العربية من أجل احتواء هذه الأزمة، من أجل عودة الاستقرار داخل السودان، من أجل حماية الشعب السوداني. خلي بال حضرتك أن الدولة المصرية تقف دائما بجانب الشعوب. الشعب السوداني للأسف شديد متضرر جدا مما يحدث على الأرض من اقتتال داخلي، متضرر من الناحية الاقتصادية، من ناحية الخدمات اللي بتقدم له، من ناحية انهيار الدولة اللي هو بيعيش فيها. كل ده الدولة لا ترغب في ذلك، مصر لا ترغب في ذلك. مصر ترغب في التهدئة، ترغب في العودة إلى مائدة المفاوضات، ترغب في أن تكون السودان وحدة واحدة. نعم. دولة واحدة، كتلة واحدة صلبة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام.